السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لغة سكراتش، وهي لغة سهلة جدا للتعلم. هي ما تعتبرش لغة، هو مجرد بتفهم فكرة البرمجة عاملة ازاي، وهي معتمدة من جامعة الـ MIT. طيب خلينا دلوقتي مثلا اجي هنا سكراتش واقول له edit، بيبدأ يعمل create لي البروجكت. فكرة المشروع او فكرة البروجكت بتاعي ان يبقى عندي عنصر معين شكل زي دوت، وبخليه يتحرك حركات معينة. على سبيل المثال عندي حاجة اسمها event، يعني بقول له ايه، لما ادوس على العلامة دي تبدأ تنفذ الخطوات ديت، او لما ادوس على زرار السبيس تبدأ تعمل الحاجات ديت، او لما ادوس على زرار معين تعمل الحاجة ديت. تمام، ممكن اقول له بقى ايه، من هنا اتحرك 10 خطوات، اتحرك 10 خطوات، طب لف 15. ينفع تحطها هنا وينفع تحطها هنا بدون اي مشكلة خالص، او روح للاكس وواي بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن اقول له لوكس، اقول له مثلا قول لي كلمة هلو. تمام، قال لي ثانيتين ساوند، اقدر اضيف اي صوت، ممكن يكون ملف صوت من بره الموقع، يعني احمله من عند جهاز ايفنت معين. كنترول، اقول له اصبر ثانيتين قبل ما تعمل حاجة ديت بالشكل دوت. دي ممكن اقول له اللوكيشن كولر، الماوس اكس، الاوبريشن ممكن اقول له اجمع الحاجتين، بربطها بقى اف، يعني لو هتنفذ ده ودوت نفذ حاجه تانية. دي بقى المتغيرات ماي بلوكس، فبتخلي الطفل او بتخلي الشخص يتعود على لغات البرمجه. انا بتلاقي اسم الشخصيه ديت، ممكن تشوف هتحطه فين في الاكس وفي الواي بتاعتها. ممكن اقول له انا عايز كاستم، ابدا اغير في الشكل دوت، تقدر تلون زي ما انت عايز لو انت حابب. تمام، تقدر تكتب كلمة، تقدر تعمل شخصية جديدة، تقدر تيجي هنا تلون، تقدر تطلع صورتك او كاميرا وتروح لقط صورة بتاعتك وحطيتها، او تعمل ابلود لصورة معينة. صوت بقى، تبدأ انت تسجل اصوات خاصة بيك. طيب خلينا مثلا اجي هنا واقول له جو، فتلاقي ان هو بينفذ كل الحركات ديت، وراح كاتب لك كلمة هلو. طيب لو انا دوست سبيس هيبدأ ينفذ الخطوات دي، ان هو يلف 15 وبعد كده يروح للاكس والواي وبعد كده يقول هلو. بيلف 15 مع كل مرة بدوس، او ممكن تدوس على العلامة ديت يبدأ ينفذ الحاجة اللي انت طلبتها منه. المسطرة فيها أمر اسمه جو تو اكس 00، فعشان كده أول ما تدوس عليها بتلاقي في النص هنا، إنما ديت بيبدأ يتحرك بالشكل دوت، وهنا بتجيب لي الإكس والواي قد إيه. فزي ما أنت شايف بتخلي الطفل يعمل لعبة خاصة بيه، تقدر تحط بقى أشكال وتعمل قصة، إن في شخص هيتكلم فالتاني يرد عليه وده يجري من دوت وهكذا.